ظهر لاعب الكونغو الديمقراطية أثناء عزف السلام الوطني قبل مواجهة كوت ديفوار بالشكل اللي انت شايفه ده. اللعيبة وضعوا إيديهم على أفواههم وأشاروا لرؤوسهم في مشهد جديد على الكرة الإفريقية. السبب يرجع لاندلاع صراع بين جماعات مسلحة ومتمردين وميليشيا موالية للحكومة للسيطرة على منطقة بشرق الكونغو الغنية بالمعادن. في الأسبوع الأول من شهر فبراير مات حوالي 60 مدني ضحية للاشتباكات، فقرر لاعبة الكونغو إنهم يوصلوا صوت المدنيين والأبرياء لإقرار السلام في بلدهم. الكونغو بتواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وتهجير حوالي 7 مليون شخص من بيوتهم بسبب العنف. لاعبة الكونغو كتبوا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بوقف المذابح والإقرار السلام في بلادهم، وقرروا يوصلوا صوت أهلهم وناسهم للعالم أثناء عزف السلام الوطني قبل الماتش، وبارتداء شارات سودة كحداد على أرواح الضحايا. اللعيبة بقوا عارفين إن الكورة ما بقتش جوه المستطيل الأخضر وبس، الكورة بقت سلاح يوصل بيها اللعيبة صوتهم للعالم. وإنت إيه رأيك في موقف لاعب الكونغو الديمقراطية؟